ننتقل إلى القسم الثاني من برنامج الندوة، ونرحب بالسادة المحاضرين وهم سماحة السيد أحمد محمد حسين راضي الحسيني، ممثل العتبة العباسية المقدسة في أوروبا، سماحة الشيخ حسام علي حسن العبيدي، رئيس قسم الشريعة في جامعة الكفيل في النجف الأشرف، الأستاذ جواد قاضم راضي، مدير مكتب المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، سماحة السيد أحمد الصافي. نعطي الكلمة إلى الأستاذ عبد الكريم عراقي، النائب في البرلمان الألماني لولاية نيدرساكسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين الصادق الأمين أبا القاسم محمد. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، واغفر لنا يا ربي إننا مسلمون. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا جزيلا على هذه الدعوة القيمة. أشكركم، أشكر أصحاب السعادة، أشكر أصحاب السماحة، أشكر الإخوان. أحمل اسما أتشرف به عبر الزمان، عبد الكريم عراقي. اسم دولة، اسم جمهورية، اسم ثقافة، من عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام. يسألوني دائما كيف وأنت من مواليد لبنان، من آبان فلسطينيين وعشيرتك النعيمي النعيمي، فأقول بلاد العرب أوطاني وتراب العراق يهواني. نحن في المحافل والبرلمانات نجد صعب كثير لتحسين صورة الإسلام والمسلمون بعد الذي فعله السافلون. سعادة السفير ذكر قبل قليل ما فعلته داعش، وكيف لطخت اسم الإسلام بالجرم والإرهاب، وصار هنا في الغرب وفي أوروبا عندما تقول أنني مسلم مسلم يطونك في زاوية وكأنك داعشي. نحن ليسوا بدواعش، نحن أصحاب قضية. الإسلام هو دين المحبة، دين التسامح. فهذه الرسالة نحملها إلى الأوروبيين في البرلمانات وفي كل المحافل، وندافع عن ديننا الحقيقي ونحاربهم. أنا من أول الناس أحاربهم لأنهم على خطأ، هذا ليس بإسلامنا. لكن هن مأجورين ومدفوعين بسياسات خارجية لتشويه الإسلام والمسلمون في كل مكان. أريد أن أردد ما قاله شاعر: أنا أفتخر أن أكون بينكم اليوم. العتبات المقدسة، نجف، كربلاء، عندما كنا صغار نسمع بكربلاء، نحتفل بالحسينيات، نحتفل بالذي حصل للإمام الحسين وما قضي به. فأقول: عش خفاق في علو أيها العلم، فإننا بك بعد الله نعتصم. هذا الكلام موجه إلى علم العتبة العباسية. وراي Herr Steinbach, es tut mir echt leid, ich soll mal ein bisschen auf Deutsch auch mal was erzählen, damit Sie auch... Ja? Oder Arabisch, verstehen Sie es auch? Na, alles gut.
لا أريد أن أطول عليكم. أنا يعني شكرا جزيلا على هذه الدعوة، فأنا بين أهلي وناسي، وأقول لكم نحن حاضرون جاهزون للدفاع عن كل من عن الإسلام، وأن نعادي كل من يعادي الإسلام. فلمؤسسة مثل هذه أن تدعي إلى حوار مثل هذا في هذا الحجم، أقول لكم حماكم الله وبارك الله فيكم وأعزكم، وكان معنا ومعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.